شهد وزيرات التنميه المحليه والتعاون الدولي مراسم التوقيع على ثلاثه بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات الخطه الاستثماريه لمشروع تطهير مصرف كيتشنر بمحافظه كفر الشيخ والغربيه والدقهليه وذلك بتمويل من البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه تشتمل المشروعات على انشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجه المخلفات والمحطات الوسيطه وعلى شراء معدات جمع ونقل المخلفات واغلاق المقالب وتاهيل للمدافن الصحيه الامنه بالمحافظات الثلاث